أول سر يا أخواني نبوح فيه في هذا المكان، وهو موجه لأخواتنا النساء اللي حاضرات معنا وأنتم ما تسمعونا، يعني هذا السر لهم. ونقول يا أخواتي بأن هذا الرجل عبارة عن طفل كبير، صح ولا ما صح؟ كل إنسان في داخل طفل، فهذا الرجل عبارة عن طفل كبير. الرجل عبارة عن طفل، والطفل أكثر شيء يحبه هذا الطفل هو المدح، أن يمدح. يقال علميا بأن الرجل يحتاج أن يمدح يوميا من 12 إلى 13 مرة، يمدحوه هذا، يمدحوه كسلوك. فالمرأة الذكية هي من تعمل بهذه الطريقة، لكن بشرط أن لا يخلط هذا المدح بطلبات. إيش اللي يصير؟ تتصل في زوجته تقول له والله يا أبو أحمد جزاك الله خير، اليوم طلعتنا ومشيتنا وما قصرت واستأنسنا واستمتعنا معك، وقبل لا تسكر تقول له وانت جاي جيب معك خبز. فالمرة الجاية تتصل فيه قالت له والله يا أبو أحمد طلعتنا، يقولها إيش باين من الآخر؟ باين الخبز، خبروني. فلا تربط هذا المدح بطلب، لا يربط المدح بطلب، وإنما امدحي هذا الرجل لذاته، لسلوكه. شوف السلوك اللي حابين يعدل هذا السلوك، ثم يمدح هذا السلوك بدون طلبات. خلي الطلب في رسالة أخرى أو في مكالمة أخرى. سبحان الله، هذا المحاضرة كان في عندنا لقاء تجمع عائلي يوم الجمعة، في تجمع عائلي عزيمة عندنا في البلد، وبعدها قال يعني نساء العائلة عندنا سوينا محاضرة عن هذا الموضوع. فكنت كل ما أقول شيء يقول ما ينفع معاهم هذا، كل ما قلنا شيء ما ينفع معاهم. ولما تروح الرجال تقول لهم ما ينفع معاهم، لا ينفع معاهم، انت جرب. واذا ما ياتي في يوم وليله، هذه التغييرات تاتي، ما تاتي في يوم وليله، خاصه اذا واحد عايش مع الزوج سنوات. مثل يوم الايام كنت اقدم محاضره في نزوه لوزاره الصحه، وفي هذه المحاضره انا كنت تعودت في كل محاضره اقدمها اخذ معي هدايا لحال مثل هذا الحال، ولكن أحاول أختار بعض الهدايا اللي تتناسب مع المحاضرة. فكانت المحاضرة في مسرح والعلاقات الزوجية، أخذت معي ورد، فقلنا كل واحد منكم يجاوب واللي شاركنا نعطيه هدية ورد، ولكن هذا الورد ما له هو، اللي يجاوب ويأخذ ورد إذا كان متزوج يعطيها زوجته، هذا الورد يعطيها زوجته مع كلمة طيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلمة الطيبة ماذا؟ ماذا؟ صدقة. واللي ما متزوج يعطيها أمه، واللي ما أمه يعطيها أخته، واللي ما أخته يعطيها شخص قريب منك، وعبر عن هذه المشاعر. وكان الهدية الكبرى نشال معي بوكيه ورد، يعني كل واحد وردة وردة، لكن اللي في سؤال صعب شوية واللي جاوبه يعطيه الورد هذا، يعني بوكيه مجموعة ورود. فواحد من الأخوان جزاه الله خير جاوب وعطينا البوكيه الورد هذا الكبير، فخذه. فلما خذه كان مخلينا جنبه، يعني كنا مخلي جنبه مستحي، يعني ورد مخلي جنبي ورد يعني. بعد المحاضرة جاني شوي شوي كما يقول بالعماني شوي يتسحب، فجاني قال لي استاذ. قلت له خير؟ قال انا لك سؤال. قلت له ايش؟ قال لي هذا الورد الحين اللي ما اعطنا اياه ايش اسوي به؟ قلت له مخبرنا انك ايش تسوي به، انت متزوج؟ قال لي ايوه. قلت له قايل لك في المحاضرة ان هذا الورد تعطيه زوجتك مع كلمة طيبة، كلمة زينة. قال لي استاذ هذيك الحين عايشة معي 15 سنة وردة ما شافت مني، اروح لها اليوم شال هذا كله؟ اتنزق. يقول لي استاذ انت بتسوي لنا مصيبة. قلت له والله صدقت في هذه، صدقت انها تنزق الحرمة، فانت بالتدريج. قال لي كيف؟ ما خبرتهم. قلت له ايش ناديها في البيت؟ قال لي ناديها العجوز بيتنا. قال الشيء. قلت له انت بالتدريج، يعني اليوم روح لها قول لها أم مثلا أم من؟ قال أم محمد. قال أنا ناديها أم محمد، يعني يومين أم محمد، بعدين ناديها مثلا باسمها، بعدين ناديها وهكذا، وبعدين نهاية الأسبوع وردة. لأن قال إذا دخلت بهذا بتقول لي أكيد بتزوج غيرها أنت. هذا التفسير المنطقي، يعني في شيء مصيبة أنت مسوينها وقاس تغطي يعني عن هذا المصيبة. فالرجل قلت له عاد خلاص الورد ما ينفعك، يعني هذا الورد عاد اعطيه حد ثاني، وان شاء الله بعد اسبوع اشتري ورد ثاني. قال يبعدنا اشتري ورد ثاني. مستخسر الرجال. اللي حاب اوصل له بان هذه المراه لها احتياجات نفسيه، هذا السر الاول للنساء.